تسلم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والأمور ذات الاهتمام المشترك. وقد تسلم جلالة السلطان المعظم الرسالة خلال استقبال جلالته بقصر العلم العامر صباح اليوم لمعالي سامح شكري وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية الشقيقة. ونقل معالي الضيف خلال المقابلة تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى جلالة السلطان المعظم وتمنياته لجلالته بموفور الصحة والسعادة وللشعب العماني مزيدا من التقدم والرقي. فيما حمل جلالته أيده الله معالي وزير الخارجية المصري نقل تحياته وتمنياته لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدوام الصحة والهناء وللشعب المصري الشقيق مزيدا من التطور والنماء. كما تم خلال المقابلة استعراض أوجه التعاون القائم بين الجانبين في مختلف المجالات في إطار العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين. حضر المقابلة معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية وسعادة السفير محمد أحمد فهمي غنيم سفير جمهورية مصر العربية المعين لدى السلطنة والوفد المرافق لمعالي الضيف.